احنا النهارده عاملين اتنين كباستو، كباستو برطمان ازاز وميه بملح وكبر واير موصل بميه بملح عشان يبقى كونكت مع الميه بملح. دلوقتي هنقيس الكباستنس بتاعت اول واحد اللي هو البرطمان بالميه بالازاز. هنغير دلوقتي ونقيس التاني. ده عبارة عن ازازة بلاستيك وميه بملح ومسمار صلب عشان يوصل الميه بملح. يبقى احنا كده عملنا تو بليتس، بليت بالميه بملح وبليت الفويل.